بسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. قال السيد المسيح: توبوا فقد قرب ملكوت السماوات. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي أخواتي الراهبات، أحييكم جميعا. وفي الكنيسة الكاثوليكية اليوم بدأنا الكنيسة الكاثوليكية الشرقية الصوم الأربعين الكبير الذي ستبدأه الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة بعد أسبوع. إذن كما كتب غبطة البطريرك فؤاد بطرس طوال بطريرك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن للاتين، إنه الصوم عندنا ليس غاية بل هو وسيلة، يعني لا نصوم لكي نصوم، بل الصوم هو وسيلة التقرب إلى الله، وسيلة للتعويض عن خطايانا، وسيلة للتصدق على من هم أكثر منا حاجة، وسيلة للشعور مع المحتاج المسكين الذي الجائع الذي يعطش. نحرم أنفسنا من ملذات الحياة، حتى ما هو مسموح به منها، حتى كما قال مار بولس نروض أجسادنا ونستعبدها بدل ما أنه هي تستعبدنا. قبل أن أتكلم أو لا أريد فقط أن أتكلم عن هذا الموضوع، إنه الصوم في سبيل التوبة. التوبة في العربية أساسها تاب ثاب آب، كما في الآرامية توب تعني رجعة، يعني السيد المسيح يوحنا المعمدان بالحرف الواحد قالوا للناس في اللغة الآرامية توبوا. توبوا شو يعني توبوا؟ ارجعوا، بالعبري شوفوا، شوفوا توبوا يعني ارجعوا، ارجعوا إلى الله، كما حصل مع الابن الضال. سؤال: أقوم وأمضي إلى أبي، يعني الرجوع إلى الأب، الرجوع إلى الله. الكلمة اليونانية مكتوبة ميتانويا، ميتانويتي، ميتانويتي، اليوم تلفظ ميتانيا. ميتا يعني انقلاب، ونويا من نوس يعني العقل، يعني اقلبوا تفكيركم، اعملوا انقلاب في تفكيركم. بدل ما على ندوة دينية يأتي 10 وحفلة دنيوية يأتي 10,000 من المسيحيين، يجب أن يصير إيه؟ انقلاب، إنه على الاحتفال الدنيوي 10 وبزيادة، هذا في زمن الصوم، وفي الندوة ودراسة كلمة الله طبعا 10,000 بل 10 ملايين. المال الذي نضعه في أول الأمور كثير مرات، يا أبونا بدنا نعيش، يا ليتنا نضعه في الآخر، كما قال السيد له المجد: أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل ذلك يزاد لكم. لاحظوا: توبوا فقد قرب ملكوت الله، وفي نفس الوقت أطلبوا أولا ملكوت الله. إذا ما طلبناش أولاً ملكوت الله، الآن يجب أن نتوب ونعود ونطلب أولاً ملكوت الله. وإذا سألنا المسيح: طيب والباقي؟ ماذا يجيب المسيح؟ كل الباقي يزاد لكم، كما قال صاحب المزامير: أما الذين يتقون الرب فلن يعوزهم من الخير شيء. بقول: كنت فتى وإنني صرت كهلا، صرت شيخا متقدما في السن، ولم أرى
صديقا معوزا ولا نسله يتسول طالبا الخبز. يعني انه بيقولوا الرزق بيجي مع الوفق. مار بولس ايضا بيقول اما التقوى فهي تنفع في كل شيء. طيب هذا الكلام الذي قلناه سمعتموه عدة مرات وليس عليكم بجديد، ولكن ربما جديد عليكم بعض الاعتراضات التي نسمعها من جماعات حديثة تقول إنه الصوم شيء شيطاني. إيه؟ طيب إذا قالوا إنه الصوم شيء شيطاني معناه حاشا وكلا المسيح قام بشيء شيطاني، موسى النبي، إيليا النبي، الرسل مذكور في أعمال الرسل فصل 13 فصل 14 إنه الرسل صاموا. في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس القديس بولس يتكلم عن أصوامه فصل 4 إنجيل متى المسيح صام 40 يوما و40 ليلة. بيقول لك لا 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 أنا بستند على نص هيو أمامي بالنص اليوناني الأصلي من الرسالة الأولى إلى تيموتاوس فصل 4 آية 1 وتابع، بتقول إنه في الأيام الأخيرة سيأتي بشر يعلمون تعاليم شيطانية. شو هاي التعاليم الشيطانية؟ بيقول لك يمنعون عن الزواج ويمنعون عن تناول أطعمة الله خلقها. نعود إلى النص الفصل الرابع، عفوا هون مشكلة، الفصل الرابع عفوا عن إذنكم لحظة، والروح يقول صريحا، روح يعني روح القدس، أن بعضهم يعني أناسا يرتدون عن الإيمان، بيرجعوا لورا في الأزمنة الأخيرة، يتبعون أرواحا مضلة ومذاهب شيطانية. شو المذاهب الشيطانية؟ وقد خدعهم رياء قوم كذابين كويت ضمائرهم، بطل عندهم ضمير، ينهون عن الزواج وعن أطعمة خلقها الله ليتناولها ويشكر عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. بقول لك الكنيسة تمنع الراهبات والكهنة عن الزواج، الكنيسة تقول لك في زمن الصوم ممنوع تأكل كذا وممنوع تأكل لحم وممنوع تأكل كذا. إذن الكنيسة ماشية على تعاليم إيه؟ شيء هم إيش بقولوا؟ تعاليم شيطانية. طبعاً تفسير هذه الفئات لهذه الآيات خطأ، لأنه أولاً الكنيسة لا تمنع عن الزواج، في الكنيسة الزواج سر مقدس، الكهنة الأساقفة يباركون زواجكم المقدس، مش ممنوع الزواج. مين كان يمنع الزواج؟ الفئات المانوية أو المانخية أو الغنوصية الذين كانوا يحسبون جسد الإنسان شراً ونجاسة، بحيث أن الزواج طبعاً حاشا وكلا هو إيش؟ هو نجاسة وشر مضاعف، والإنجاب طبعاً لسه يتضاعف أكثر وأكثر الشر والنجاسة. حسب مين؟ مش حسب رأي الكنيسة، حسب رأي الفئات أو البدع المانوية أو المانخية المنسوبة إلى مانو الذي أخذ تعاليم الفرس، وأيضا حسب الغنوصيين. على فكرة أيضا بالنسبة للكهنة والراهبات، الكنيسة لا تمنعنا، أخوات الراهبات لا تمنعنا من الزواج، نحن نختار البتولية الدائمة، نحن نختار حالة العزوبية، فيش حدا
ضربنا على ايدنا او يجبرنا على ايش؟ على البتولية او العفة التامة او العزوبية. الان بقول يمنعون عن الأطعمة. من الذي يمنع عن أطعمة بشكل دائم؟ الكنيسة لا تمنع عن الأطعمة، وبالذات يعني الكنيسة خلينا نقول الكاثوليكية الغربية حددت كثيرا جدا الأطعمة اللي هو الانقطاع الممنوع أكلها وقت الصوم، اللي هي الامتناع عن اللحوم يوم الجمعة، يعني غير أيام الجمعة بتقدر تأكل لحوم. والكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة أيضا يعني تمنع، ولكن فقط إمتى؟ في أيام الصيام. تنتهي أيام الصيام، تنتهي أيام الانقطاع، لا حرج، لأنه كل المأكولات طاهرة بالنسبة لنا إحنا المسيحيين، كما قال المسيح. من الذي كان يمنع وما يزال يمنع تماما بشكل قاطع بعض أنواع من المأكولات؟ اليهود. اليهود اللي عندهم هذه مأكولات طاهرة وهذه مأكولات نجسة، كاشير وطارف. إذن هنا منشوف أنه القديس بولس لا يقول أنه الكنيسة بتعلم تعاليم شيطانية، هذا كلام فارغ، لأن القديس بولس نفسه في الرسالة نفسها، الرسالة الأولى إلى تيموتاوس فصل 3، شكرا، فصل 3 آية 15 شو بقول؟ الكنيسة هي بيت الله الحي وهي عمود الحق وركنه. إذن بأنهي كلامي هنا، تيموتاوس الأولى فصل 3 آية 15، الكنيسة هي بيت الله الحي، هي عمود الحق وركنه. طيب بعدها بفصل، الفصل الرابع، لما بقول عن بشر بعلموا تعاليم شيطانية، هل ممكن أن تكون الكنيسة؟ لأنه إمتى؟ بالفصل السابق آية 15 سؤال عن الكنيسة، بيت الله الحي وعمود الحق وركنه. شكرا لإصغائكم. وفي كلمة تانية كمان بقول لك، هذا كان في صوم عند الوثنيين بمناسبة بداية الربيع. طيب هل نحن نصوم بمناسبة بداية الربيع ولا لأنه المسيح صام 40 يوما و40 ليلة؟ نحن نصوم لأنه السيد المسيح صام 40 يوما و40 ليلة. كأنك تقول لي ممنوع أنك تشرب مي لأن الوثنيين كانوا يشربوا مي، ممنوع تجلس على كرسي لأن الوثنيين كانوا يجلسوا على كرسي. يعني الشبه هو إيه؟ عرضي بيننا وبين الوثنيين، والاختلاف جوهري. إذا صدف لقاء في الزمن بعدين، إذا تصادف اللقاء في الزمن، فالاختلاف هو إيش؟ في المبدأ وفي الجوهر وفي المذهب. وشكرا لإصغائكم. شكراً.